أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الولي له كرامات دالة على أنه من أولياء الله؟ وهل يجوز أن يصرح بهذه الكرامات؟ هو بلازم أن الولي يكون له كرامات، قد تكون وقد لا تكون. هناك من خواص الأولياء وليس لهم كرامات، إنما الكرامات تأتي أحيانا لحاجة، لحاجة بالمسلمين أو لحجة في الدين، إما لحاجة بالمسلمين أو لحجة في الدين، عند الحاجة فقط. ولا كل ولي تظهر على يده كرامات، هو بلازم هذا. ولا يجوز لمن ظهر عليه شيء أنه يخبر به ويفتخر بذلك ويعجب بنفسه، نعم، بل تزيده تواضعا، كرامات تزيده تواضعا وشكرا لله عز وجل، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.